صالح انا علاقتي اخوي يعني الله يرحمه ويتقبله. صالح كان يجي عندي يعني يقعد عندي يناقشني يروح، انا انزل عنده بعد شغلي يعني كنت اخلص شغلي واحدة تنتين انزل عنده اضل الصبح، وبحب نفسي بالاكل كل يوم بعمل له صاجيات بالليل على الساعة تنتين ثلاثة، وينك يلا تعال نعمل اكل نضل الاربعة خمسة الصبح. كل يوم اللي استشهد فيه يعني قبل بيوم اجاني قال لي تعال بدي اشوفك ضروري انه مشتاقلك من زمان مش شايفك تعال ميا. فسبحان الله فيش ثاني يوم اللي هو خبر استشهاده، اليوم عاملينه مجانا عن روح الشهداء الشهيد محمد العزيز ابو صالح عبود صبوح ابو ادم ابو حمدي حفظ الله. هالمبادرة مش اول مرة بعملها، انا عندي بالمحل الشام مجانا طول ما احنا عايشين اخوتي يعني لازم اعمل هذا الاشي خلي الناس تعرف ايش عمله. كل شخص عندنا ولد صغير كبير كل يوم على جوال بحضر الله ابو صالح او لوديع او لعبود لما كل يحكي فيهم كل يسمع اغانيهم غيروا شغلة كاملة عن الضفة الحمد لله وعن نابس خاص نص. بعد استشهاده مش حدا 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 واه واه الله يرحمه. كنا حصرتهم الله يرحمهم ويتقبلهم وربنا يصبر أهاليهم ويصبرنا طبعا.